مشروع دورك من المشروعات الرائدة اللي أدت إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني، بمعنى ان 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 اصبح لدى مشروع دورك تجربه اصبحنا ان احنا نرغب في استخدامها من دول الاورو المتوسطيه لمصر، وخاصه ان اغلب الشباب كان متلهف لمشروع دورك، ولذلك منذ بداية مشروع دورك وحقق نجاحات كثيرة مع الشباب، مثل إشراك الشباب في المجتمع المدني وإشراكهم في الحكم، تعريف الشباب على تجارب أخرى في دول الأورو المتوسطية، ودي كانت تجربة رائدة. يعني مفيش أي جهات منحة كانت تشتغل على الموضوع ده، يمكن كان السبق صراحة لمؤسسة أنالند، ونجحت في تنفيذ هذا المشروع، مشروع دورك، حتى أنه أصبح له تأثير قوي جدا على الشباب. يعني أقدر أقول لك إن في هنا مثلا أصبح الشباب كتير مهتم بمشروع دورك إنه يشارك فيه. في صعيد مصر أصبح هنالك العديد من الشباب بيعرفوا مشروع دورك وعايزين يشاركوا وعايزين يتلاقوا مع شباب مثلهم من دول الأورو المتوسطية، وأصبحت فرصة جميلة جدا ومتنوعة إن هم يشاركوا مع دول شريكة ومع زملاء يتشاطروا الأفكار ويتشاطروا الخبرات حتى يصلوا إلى صيغة نهائية مع بعض لكي يستطيعوا النهوض بالمجتمع المدني.